يعني ما فيش شك أبدا إن كل مواطن مصري عايش في مصر بيحب بلده، وما فيش شك أبدا إن كل مواطن عايش بيبقى نفسه يشوف بلده أحسن بلد في الدنيا. والحقيقة إن مصر تستاهل دايما إنها تكون أحسن بلد في الدنيا، بقولها وهفضل أقولها كتير. كلنا بنحب بلدنا قوي، عشان كده عايزة أقول لكم بجانب إن إحنا صبحنا عليكم، ولازم لازم نقول صباح الأمن والاستقرار، صباح السلام، صباح الهدوء، صباح دايما نشوف بلدنا حلوة وجميلة وبتتطور، وصباح دايما نشوف كل خطوة بنمشيها في الطريق التنمية والتطوير، ونحن نشوف بلدنا أحسن حاجة يفضل مستمر من غير يا رب ما نشوف أي حاجة تانية تخلي بلدنا تكون في وضع احنا مش حابينه، او في وضع ما فيهوش استقرار، او في وضع ممكن يخلي اي واحد قاعد في بيته قلقان او خايف. عايز اقول لحضراتكم ان لازم كلنا نكون عارفين ان تراب البلد دي غالية جدا. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده علشان الحقيقة وعي الشعب المصري دايما بيفرض نفسه، دايما بنشوف ان الشعب المصري بيثبت للعالم كله ان مفيش اي حد يقدر يسيطر عليه. صوته من دماغه، لما قرروا ان هم ينزلوا نزلوا، طول ما هم شايفين ان بلدهم فيها امل وماشيه هيفضلوا قاعدين ويشوفوا بلدهم وهي بتتطور، محدش هيحاول يخرب بلدنا. والحقيقه الحاجه اللي دايما بتخليني فخوره اني بحس الشعب المصري قادر يعمل كل حاجه لما بيتكاتف مع بعض، ولما بيسمع صوت بعض، لما بيبقى خايف على بلده فعلا. ليه بقول لكم كده؟ لان زي ما احنا كلنا امبارح شفنا، والحقيقه امبارح والنهارده وبكره وبعده وقبل كده كمان، لقينا ان الشعب المصري مش بينساق للدعوات اللي بتحاول تخرب البلد، او بتحاول تخلي فيه مظاهر الخراب اللي موجوده، او بمعنى اصح الشعب المصري ما بقاش بيسيب فرصه لاي بلد تانية تتكلم عليه او تتكلم على البلد في اي وضع احنا مش عايزينه. الشعب المصري كله متكاتف دلوقتي علشان يشوف مصر أحسن بلد في الدنيا، وأعتقد كل الناس بقى عندها وعي كافي جدا أن مصر في مرحلة محتاجة أنها تتطور فقط، مش محتاجة أي حاجة تانية. اللي جاد، ودايما أنا عندي ثقة كبيرة أن احنا الفترة دي بالذات كله مركز في طريقه، وكله بيحاول يخلي مصر في وضع أحسن، وكل الناس شايفة قد إيه الدنيا كلها بتحاول وبتعافر علشان بلدنا تبقى احسن. دايما بنشوف خطوات كتيره جدا علشان حضرتك تكون مرتاح، في حاجات كتير لسه ما حصلتش ولكن في طريقها انها تحصل. فدايما خلينا واقفين ورا بلدنا، ودايما خليكم عارفين ان الشعب المصري وحضراتكم جميعا الحقيقه وعيكم وقدرتكم على انكم تحاربوا اي دعوه لتدمير بلدنا مصر انتوا السبب فيها. ما تنسوش ابدا ان الشعب المصري هو كانت النهايه لجماعه الاخوان المسلمين، وكانت نهايه لاي حد بيحاول ان هو يدمر البلد دي. كنا قادرين ان احنا نقف مره واحده وكلنا جميعا ننزل ونرفض ان احنا يكون عندنا اي حاجه بتحاول تدمر البلد اللي احنا كلنا بنحبها. ما عنديش اي شك ان كلنا عارفين قد ايه بلدنا غاليه، وقد ايه في ناس كتير جدا بتحاول توقعها. والحقيقه اللي دايما بكون سعيده بيه ان احنا عندنا درايه بده، عندنا دايما ان احنا عارفين اي حاجه ممكن تحصل بتكون سواء من جماعه الاخوان الارهابيه او سواء من اي جماعه تانية، ايا كانت تحتها المسمى، اي حاجه تابعه ليها، ايا كان الجماعه او الجهه او الشخص او ايا كان هو مين، احنا عندنا درايه ان احنا نبقى عارفين ان الشخص ده عايز يدمر بلدنا، ان الحاجه دي عايزه تدمر بلدنا، واحنا اكبر من كده بكتير، واحنا اعلى من كده بكتير. عندنا طريق بنمشيه وعايزين نفضل ماشيين فيه ونخلي بلدنا احلى واجمل بلد في الدنيا. فهفضل دايما اقولها تحيا مصر، وتحيه للشعب المصري العظيم الحقيقه دايما بيخلي اي حاجه فيها تدمير للبلد دي تفشل، ونكررها مره واثنين وثلاثه، ونوريهم دايما ان انتوا هتفشلوا، لان مصر اغلى واعظم من كده بكتير.